مقطع وطالع من اسبوعين يا واصل للنجوم يا رجاع عين خير 264 كلها اناشيد. طيب ماجد الشهري على بال ما يجينا في الكوفي شروم يا جماعه الخير. ماجد تفضل عندك 30 ثانيه الله يسعد قلبك. ايش هو 30 ثانيه حتى الدعايه ما هي 30 ثانيه الله يرحم والديك. طيب اتفاقي معك انت قلت بالكوفي شروم ما في لا لا بعلم لا صح هذا لا لا اسمع اسمع اولا مساكم الله بالخير. استعجل تكفى يا طيب اسكت يلا عاني دحر ادخل في موضوعك بسرعه. الموضوع وائل الخواجي بفقرته بتكون طالع 24 ساعه حلو. الجمهور اللي الحين جايين علشانه ونقدم ونقوم من النهار للنهار الثاني نتعب اهدى لي 600 نقطه يا سلام في فقره وائل الخواجي. جاء وائل الخواجي ماجد وين برا لا ما ياخذها وفي ريجي طلعوا قبلي وعطاهم النقاط مثل ما انا ما اذكر اسماء والله ماني بذكر لكن خالد السهلي يقول انه عطاه مثل ضاري سنيت صح؟ ما ادري ما ادري اللي قال انه خذاها علمني خالد يقول خذاها ما ادري من غيره او خالد السهلي خالد السهلي توقعي. المهم انا ماني باكل مع الرياجيل بيساري انا لدنيت ادنى بيميني بالعكس حقك حقك يا ماجد الله الله انا لي اسبوعين توك تتذكرها يا عادل هيف حقك مفروض لا لا مو بتوني اتذكرها المشكله مشكلتك انت انك ما تطالب بحقوق لا لا شكرا لك لا لا طالبت في اكثر من حلقه طيب طالبت خلاص شكرا لك شكرا لك يا ماجد شكرا ودي انا اقول لمارد اللي بيجاز اذا موجود مارد معي يسمعني انا ودي اوضح لمارد نقاط واليه توزيع النقاط اليه توزيع النقاط ثلاث نقاط الهاشتاج ما ياخذ المتسابق اذا ما كان حاضر هذه من احد هذه من احد الاليات نقاط الهاشتاج ما ياخذ المتسابق اذا ما كان حاضر طبعا المقدم بعض الاحيان يفعل وبعض الاحيان يرقد عنها. الحاجة الثانية حق للضيف توزيع النقاط كما يشاء دون الرجوع للمقدم. الحاجة الثالثة نقاط الهاشتاج ما ياخذ المتسابق في حال تكرار اسمه في نفس اليوم او في نفس السحب في نفس يوم السحب. يعني بعض الاحيان المطبخ يسحب سحبين، السحب الاول اذا طلع مثلا محمد منصور السحب الثاني طلع محمد منصور ما ياخذها. بعض الاحيان المطبخ يسحب سحبين. هذا الحاجة الأولى، الحاجة الثانية وائل الخواجي مالك اي احقيه اذا انت مشيتها اول مره تمشيها ثاني مره وثالث مره ورابع مره الا اذا انك تقول بسحب نقاط المتسابق السابق وهذا خطا لنا استفاد منه في يوم من الايام الاسابيع الماضيه عشان كذا لازم نقول وننوه على بعض المقدمين لما تكون داخل فقرتك تكون مركز يا حبيبي وعارف صح اليتها صح ما تكون تدخل ايش اسمك اليوم فرزدق سندس ما انت عارفهم ما تتابع البرنامج تجي تأدي فقرتك تمشي تابع البرنامج يا حبيبي ولا توكل على الله انت اعطيت خالد السهلية واعطيت واحد متسابقين ومنعت ماجد الشهري وش ذنب الضعيف طيب بكره بخش برايم ها بيتفرج جروب يذبحيح ولا مسوي مسرحيتهم طيب في اضافه على المحور هذا يا جماعه؟ اي الان اذا بينا الخلل وش بيسوي؟ بياخذ نقاط وليد ولا شو اسمه؟ ما راح ياخذها معليش انت بينت الخلل على المتسابقين طلعوا برا القريه ورجعوا راح النقاط نتمنى يعني معليش ابو منصور نتمنى والخواجي صباح الخير فريق الاعداد صباح الخير يعني واضح أبشروا وجليا أبشروا كلام ماجد الشهري وحنا نتفق معه ماجد الشهري يا أخوان